عندي مشاريعي في تونس من اكبر الملاكة في تونس، حتى واحد ما يملك اكثر مني اراضي سيدي. انا ما جبت دخل في فلوس للدوله التونسيه، دخل فلوس ما لا باش ندخل لما نبيع ونشري في الاراضي وثائقك الجبائيه من رجلة. يا شي همك انت في الجبائيه ويهمك في شيء، ايش بيك انت تخلص؟ ايش فيني انا معاك؟ طالبتني انت والدوله معاك انت. نسال فيك انا، نسال انت سيدي، تسال روحك ما تسالش انا يعني. انا خالص مع الدوله، هذيك حاجه ما تخصك. انا شهرت قصلي الدوله يا ديريكت. انت شهر بالنسبه يا سيدي، انا شهرت دوله قصلي ديريكت. ما تدخلش متاهات، رجل اعمال ما تدخلش متاهات. جاوبني على السؤال، ما تونس قبل كل شيء؟ ما تونس قبل كل شيء يا سيدي؟ تونس قبل كل شيء قاعد تخلص في الضرائب للدولة. سيو في الحوار يا ودي، في الحوار معك انت استفزك سؤال تاع تخلص الضرائب. خلص دبر علي، نخلص ما خلصش. انت من انت ساعة؟ انت من؟ انا اعلامي اعلامي ونحاول في رجل سياسي. اعلامك من فضلك، كان جاي باش تستفزني. ليس استفزاز، سؤال عادي، سؤال عادي، سؤال عادي. بيت فضلك تفضل اقعد، تفضل اقعد، اعرف ايش تتكلم معايا. بيت تفضل اقعد. كنت جات 200 صحافي كيف كنت، تفضل اقعد، وما نجموش في حوار باش يحكوا معايا. تفضل اقعد، احكي بلغه تفضل منطق باهي. تفضل اقعد وبربي الباب سامحني سيدي، منطق باهي عايشك. تفضل منطق باهي، تفضل اقعد، جاوبني على السؤال.